لو الحكاية فيها إن فيديو. تعرف اسمك؟ محمد كمان. محمد عندك كم سنة؟ 23. محمد كلمنا عن فكرة إن أنت عامل باكية بتسميها باسم دكان الكتاب، واللي بقى أنت كنت تشتغل قبل كده بقى كتب بقالك كم سنة وأنت عندك كم سنة؟ احنا بنشتغل كتب بقالنا كتير، يعني كنا عاملين الاول كنا فارشين جوه محطة رمل برضه؟ محطة جوه لما جددوا وطوروا المحطة وكده عملوا بكاتير بتاع كتب وكده، وكان على مجاهدة وقدمنا وربنا وفق. اللي انتوا حصلتوا على عهد البكاتير في محطة رمل، تمام. ليه بقى سميتوا باسم دكان الكتاب؟ وحاجة جديدة مختلفة كده، الناس بتحب الحاجة العناوين اللي هي ملفتة وكده، بتبقى حاجة جديدة. يعني ده يعني يتسمى مشروع شبابي بالنسبه لك، ان انت بتاكل منه عيش ومنك برضو ان انت بتحب الكتب. انا بحب موضوع الكتب اصلا والثقافه وكده. انت حاصل على دبلوم؟ انا اصلا من زمان حتى ببيع كتب، وفي نفس الوقت بقرا كتب كتير وعندي مكتبه. يعني انت هاوي قراءه الكتب؟ طبعا. كنت بتحب تقرا مين بقى وكده؟ بقرا الناس كتير يعني. زي يعني زي مين كده؟ يعني بقرا كتب دكتور احمد خالد توفيق مثلا، وبرا الناس ياما. فهو ده الدافع اللي خلاك انت من حبك في القراءه ان انت تعمل حاجه باكيه كده ليه كده اسمه دكان الكتاب. طيب كلمني بقى عن موضوع حته توصيل الكتب للمنازل، دي حاجه مختلفه جدا يعني. طبعا عندنا احنا هنا اعتبر احنا من ما فيش غيرنا اللي عامل خدمه توصيل وكده، ونتواصل مع الناس على موقع التواصل الاجتماعي مثلا على الفيس وعلى الواتس وعلى التليفون. على التليفون بنبعت مثلا بنبعت لناس من خلال البوستة لو في محافظات بعيدة وكده، والناس اللي قريبة من هنا بتوصل لها برضه. المناطق البعيدة برضه بتوصل لها؟ بنبعت لها ممكن على مكتب البريد وكده. عن طريق مكتب البريد. أما المناطق القريبة دي أنت بتروح لها بتديله مكتب؟ لو مكان قريب هنا بنوصلها للناس. تمام. سعر الكتب بقى زاد عن الأول ولا زي ما هو؟ هو الورق بيغلى وبيقل، فعلى حسب يعني الورق. يعني ممكن الكتاب بيبدأ من كام لحد كام؟ بأسعار مختلفة، في كتب ب 20 جنيه لغاية 200 جنيه و 300 جنيه على حسب على حسب ايه؟ على حسب النسخة وعلى حسب الورق وعلى حسب. تمام. في ناس يعني الناس اللي هي كبار السن اللي هم بيجوا وبيهتموا باللي هي الكتب القديمة، هل هم بيجوا لك بيبقوا حريصين هم يجوا لك؟ في ناس بتيجي طبعا، في بتسأل على كتب قديمة وبتسأل على عناوين كده بتبقى حاجات. وفي شباب برضه بيجوا؟ في شباب بتيجي بتبقى في اخبار بتاع الكتب اللي لسه نازلة جديدة مثلا. الباكي هنا مهتم ببعض الكتب المعينة ولا؟ لا، بجميع انواع الكتب يعني، تنمية بشرية. في اوقات الدراسة بتعرضوا حاجات برضه للدراسة؟ لا دراسة لا، شغلنا كله على الكتب. تنمية بشرية، كتب انجليزي كده، روايات عربي. في اقبال من انت اول ما فتحت لقيت في ناس بتيجي تاخد شباب؟ اه الحمد لله. طب كنت برضه عايز اسالك، هل ده انت عملته ان انت عشان تقضي على البطاله بدل ما انت تبقى قاعد، ففكرت انت تعمل حاجه حلوه من ضمن انتمائك للقراءه ولا انت عشان يعني كذا فكره بينه موضوع كشغل مثلا وكحب كده يعني؟ حب. عايز تقول للشباب ايه؟ يعني يسعوا على اي شغل كده او اي مصلحه مفيده مثلا، اي مشروع كده، وربنا يوفقهم. في